سموح سامع سامع هات المايك المايك انجز حط بس المايك قدام الحاجة وانا هبصك منك. سلام حسن حاجة قولنا يعني ليه كنت حريصة اللي انت تشاركي في الانتخابات مجلس النواب السنة دي؟ لان مصر هي اهم حاجة في حياتنا كلها، لازم نعيش في مصر ونعمل كل حاجة في مصر فيها خير. الحاجة نازلة بقت تعبانة كمان. انا عندي مصر ومع ذلك نزلت عشان اعمل واجب. شايفة الترتيبات والاجراءات اللي عاملينها النهاردة يا حاجة؟ بس منتهى الجمال ربنا يديمها دعم علينا. يعني انا شايف اللي انت دايما يا رب انت شايفه الاجراءات، انا شايف اللي هم نزلوا بالورق وجابوها لك لغايه عندك. لا لا كل حاجه متوفره وكل يعني بصراحه اخلاق ما فيش بعد اخلاق يعني الواحد يعني ربنا يديمها علينا. دي والدتنا دي رساله تحب توجهها بقى للشباب اللي مكسل ينزل ربنا يهديهم وينزلوا وشرف بلدهم. ربنا يهديهم وينزلوا وشرف بلدهم يا رب. شكرا ليك يا حاج. شكرا ليك يا حاج. يهدينا جميعا للجميع يا رب يهنيك ويعمل خير للجميع ويصلح الحال يا رب. يا رب شكرا ليك يا حاج. ربنا يقدر المسؤولين على خدمه البلد دي، لان البلد دي نعمه من ربنا. يقدرهم على خدمه البلد دي. مش كل واحد يعني اساسا مش واحد بس اللي هيعمل، لازم الكل يعمل معاه. لازم يساعدوا البلد انها تقوم وتنهض تبقى احسن بس. بإذن الله ربنا يديك الصحة يا حاجة. شكرا جزيلا. شكرا.